رئيس ايضا اتكلم عن الارهاب، وقال انه ربما كان يظن البعض انه المسار بتاعنا هيبقى معركة ضد الإرهاب، وإحنا عندنا معركة ضد الإرهاب وعلى فكرة ما زالت مستمرة، إنه برغم طبعا تحقيق نجاحات كبيرة والموضوع يعني الحمد لله تحسن بشكل كبير، ولكن إحنا أصرينا أن تكون المسارات كلها متوازية، مسار ضد الإرهاب ومسار آخر مهم ضد الإرهاب أيضا ولكن مع التنمية. وأنا بقول للمصريين كان المسار المحتمل اللي ممكن كل الناس وكل المتخصصين ان هم يعني يرشحوا ياكدوا ان احنا ممكن نمشي فيه هو مواجهه الارهاب والتطرف والحرب الصعبه اللي مرت على مصر خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا، وده كان هيبقى مسار له ايضا منطقه وهيبقى ليه ايضا حججه ان احنا مشغولين بمواجهه الارهاب، وبالتالي كانت عجله التنميه في مصر تتوقف كمان المدة دي. فاحنا ما عملناش كده واعتبرنا ان حربنا ضد الارهاب في مصر وفي المنطقة هي حرب مبنية ايضا على البناء والتنمية والتعمير بكل ما تعنيه هذه الكلمة من عنف في الاداء. عنف في الاداء، يمكن كتير يقولوا ان العمل في مصر في كل المجالات يعني متسرع جدا، عنيف جدا، شامل جدا، عميق جدا في كل حاجة، لأن احنا اعتبرنا ان حربنا ضد الإرهاب جزء منها هو البناء والتنمية في مصر، وبالتالي احنا خدنا مش مسار واحد في المواجهة، احنا خدنا المسارين، مسار مواجهة الإرهاب وحشد القوى الدولة في مواجهته جنبا إلى جنب مع التحرك في بناء والعمل